صباح الورد والفل. زيت الزيتون. عشان قلنا ان زيت الزيتون صحي، لقيت الكل بيدلق زيت الزيتون على كل حاجة في حياته. بقينا بناخد ونستهلك كميات كتيرة جدا من زيت الزيتون، وبيرجعوا يقولوا يا كابتن انا ما خسيتش، يا كابتن انا عندي مشكلة ونسبة الفاتس في جسمي بتزيد. من ضمن طبعا الاسباب اللي بتخلينا تزيد الفاتس في جسمنا عدم حساب السعرات الحرارية، زي ما احنا طول الوقت بنقول. زيت الزيتون صحيح صحي، بس برضو فيه سعرات حرارية، فلازم نخلي بالنا جدا من كميات زيت الزيتون. كل ما هو صحي صحي بليمت، بحد اقصى وحد ادنى. ما ينفعش ان انا ازود بشكل مبالغ فيه واقول انه صحي. نفس الفكره مع الشوفان. الشوفان الناس بتتعامل معاه كما لو كان زيرو سعرات حراريه. مفيش حاجه زيرو سعرات حراريه يا جماعه غير الميه. الميه بس اللي اشرب منها زي ما انت عايز وهي زيرو سعرات حراريه، لكن في الاول وفي الاخر لازم احسب سعراتي الحراريه. انا صحي، انا عنصر صحي، سواء زيت زيتون ولا شوفان ولا فاكهه، بس انا عندي سعرات حراريه. لو تخطيتها هتبقى انت بوظت نظامك الغذائي الاسبوعي. فمن فضلكم الاعتدال والحساب مهمين جدا 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 علشان تاخدوا نتائج. ما ينفعش ان انا اقول ده صحي فاخد منه بدون توقف. خلي بالكم.